صباح الخير. شو صار بكفر منخار؟ عبوة لا على البال ولا على الخاطر، ورجع الهوى جنوبي يلفح من جديد من بوابة شبعة، والرسالة النارية خطفت الأضواء من جرود البقاع الملتهب. هالمغامرة أعادتنا إلى زمن الثغرات والهفوات والدعسات الناقصة، وشبح حرب تموز خيم من جديد، ولو كنا منعرف لما كنا أقدمنا. وعند الناس أسئلة كتيرة عن الهدف والتوقيت والرسائل بالجملة. في شؤون الحرب والسلم بعد الهوى هواهن أو هوى حلفاء الإقليميين، ورجعنا ورجعوا حبايبنا. مجزرة بيئية بعين سعادة، والبلدة المتنية يلي كانت مقصد للسواح تحولت أحراجها إلى مكب للدفايات. بين أبناء البلدة والبلدية تبادل الاتهامات بالجملة، وبين الإهمال والتقصير واقع أكوام النفايات عم بزيد بالمساحة الخضراء. كاميرا أخبار الصباح توجهت إلى البلدة والصورة واحدة بتحكي. تقرير لمي فرحات، من تابعه سوا. سعادة بطبيعتها الخلابة وبيوتها بالأرميد الأحمر المنتشرة بين شجر الصنوبر والسنديان وصاحبة المصيف المميز. هي صورة عين سعادة لكن من بعيد. أما إذا قررت تتوقف للحظات وتتمعن أكثر بأحراجها فهنا الصدمة، فخلف هالمنظر الرائع كمية من النفايات يؤسفنا نقول على مد عينك والنظر. والبلدية وبدل ما تقوم بأعمال التنظيف المطلوبة اكتفت بتغطية هالمجزرة البيئية. بعدنا مكتوب لرئيس البلدية من بعد ما لقينا أنه ما حدا حابب ينظف، خبرناه الواقعة كلها أنه البلدية هي عم تنظف الطرقات وبتكب الشيء بالأحراج. وانتظرنا منه أنه يأخذ مبادرة، ما أخذ ولا أي مبادرة. يعني أول شيء هن يبلشوا بحالهم ينظفوا الأحراج ويقولوا ما بقى بدنا نخالف بقى، وبعدين فيهم يكمعوا الناس بس يحطوا أرماتي بقى ينبهوا العالم أنه النظافة لهي المنطقة لحتى نحميها من الحرايق. زبالة من العالم بتكب كل يوم من الطرقات، وهن أيام بيجمعوا بيكنسوا حرف الطريق والهيدا وبيكبوهم مطرح ما بياخدوهن عم كب أو على مطرح يحرقون أو يتخلصوا منهم. بلدي حتى حد مرة نظفوا عم يكبون، لأن ماما طلت على البلكون وقالت لهم انه ولو هون بتكبون اكيد في مكب او متفقين وين بده يكبوا، بس يمكن بيستقربوا. نحن كمسؤوليتنا منا متخاذلين. في عالم قال شافت بعينها انه البلديه كبت، يا ريت صوريت ما بعتقد، يا ريت صوريت وبعتت صور وبعتت وهيدي ساعتها تابعناها نحن وما طلعت انه البلديه ما عليه. وكأن لا يكفي عين سعادة ما تعانيه من مشكلة مد خطوط التوتر العالي فوق رؤوس أبنائها، فإذا بها تصبح ضحية لأهمال المواطن وتجاوزات البلدية. فبينما يصر الأهالي على نقل مشاهداتهم لعمال البلدية بنفسهم يقومون برمي النفايات خلف الأحراج، تنفي البلدية الموضوع وتطالب بتثبيت الأمر بالصور. نحن عنا شغيل معلمين بيشيلوا كل يوم كل يوم زبالة، وأنا بكفلك أنه كل يوم بيشيلوا. بس ما وصل هالمنظر لهالقد كمية من الزبالة بيّن فيه، يعني صار لهم شي أشهر يمكن. ما بتصور لا لقلك شغلة، لا المنظر مش مقبول صدقيني. أنا ما برضي، أنا مش راضية تعلي. منروح من نظيف منتفاجأ تاني يوم زيت التلة. ما حدا بيكب، نحن ما بنكب، بنحط اكياس بقلب السياره حتى نحط زباله فيها. طبعا خايفين من الحرايق، لانه كل انسان بيروح على بيعمل بيكنيك بيترك، لازم يتوقع يكون في سلامه عامه. شيء مش مقبول ابدا. مستوى عباد كبيره ما في، لا يا هو المبرومين الصغار يا اكبر شوي. من المشاكل هون عم بصير هالبيك ابات اللي بتجي بتكب الراديش وال هاودي الردم. ولا سلمنا جدلا انه فعلا الحق على المواطن وليس هناك اي تقصير من البلديه. فكم من الايام يا ترى اهملت البلديه هالاحراج حتى وصل المنظر لهالدرجه من الفظاعه؟
ما في تعليق يعلق او يوصف الصوره، بس انه البلديه برئيسها واعضائها هن كيف قبلانين انه اولادكم يعيشوا بهالمنطقه؟ يعني هالقد فيها تسمم، اذا في توتر عالي من الدوله انتم عاملين تسمم منتشر بكل المنطقه اللي اولادكم عايشين فيها، يعني للاسف. على امل يتغير المنظر نحن حنكمل حديثنا وحلقتنا بحدث بيتكرر كل سنه، كل محبي الدراجات الناريه بيشاركوا بجوله بتمتد على مدى 3 ايام، ان شاء الله ما يكونوا راحوا عين سعاده، بيجولوا خلالها على كل المناطق اللبنانيه بدعوه من هارلي ديفيدسون. اكثر من 350 دراجه من لبنان، الدول العربيه والعالم شاركوا بالحدث، والتفاصيل منتبعها بهالتقرير. Liban, c'est une grande histoire d'amour avec nous. Notre fils est né au Liban. On adore le Liban, les Libanais. Ana souri. بلد الثاني عن جد. طرق لبنان مش سهلة بس المناظر كثير حلوة. I came from Ukraine and I'd like to say hello from Ukraine. روعة. كل سنة أحلى وأحلى عم بتكون. It was amazing. الطرق حلوة بصراحة، السيرفيس هالمرة كثير رائعة وبتشكر الجميع عن جد. وما في شيء بعقد لبنان، بليز رجعوا خليه يجوا كلهم من برا ويشاركوا بهيك ايفنتس. We love Lebanon and we are happy to be here again. Thank you. من الكويت، الأردن، سوريا، الإمارات، السعودية، أمريكا وغيرهم تحدوا كل المشاكل الأمنية والسياسية وما ترددوا ولا لحظة للمشاركة بأهم حدث سنوي لركبي دراجات الهارلي ديفيدسون لبنان تشابتر، حدث اللبنان تور اللي يقام كل سنة مرة ببداية شهر تشرين الأول، فبيشارك كل سنة أكثر من 350 دراجة هارلي ديفيدسون وليجولوا المناطق اللبنانية خلال 3 أيام متتالية. عنا كثير عالم جايين من برات لبنان السنة ليشاركوا بالتور، اكثر من اللبنانيه اللي هن موجودين معنا. اليوم نحن ثالث يوم بالليبانون تور، الاجواء بالسهرات عم تكون بتاخذ العقل، بالنهار العالم عم تنبسط كثير، عم تتسلى كثير لانه عم تمرق بمناطق مش شايفينها. بنحرص دائما انه نضمن انه جده شابتر تكون مشاركه اللبنانيز، لانه من اجمل رايز بنعملها بمنطقه المينا ميدل ايست نورث افريكا دائما بتكون عندنا بلبنان. جايين من جده وكل سنه ما شاء الله يعني بنلاقي شو يعني البارتي والجو والشوارع. انا اتس ديفرنت فور مي، اتس ماي فيرست تايم اون ذا بايك اند فيرست تايم اند رالي. هاو واز ات؟ اميزنج، اي لافد ات، اتس ريلي نايس، ذا سينري ار اميزنج. في معي كثير بيشاركوا دائما، كثير الطرقات حلوه، لبنان بعقد وان شاء الله الله يديم عليكم الامن. و دي لاف ات اند ذا فاميلي سبيريت وكيف الناس معنا وهيك والطريق والذا ويذر ايفريثينج اتس فانتاستيك. بتشكر الهوك تشابتر، ما قصروا، 3 ايام مرقوا، يعني عم يخلصوا اليوم اخر نهار، متمنين انه يطول اكثر. العالم والناس فاجئونا وحطيناهم بقلبنا، يعني ريلي ات واز اميزنج. نساء ورجال من كل الأعمار، الجنسيات والطوائف بيجمعون كل سنة لبنان تور، فبيجولوا الطرقات اللبنانية من الشمال للمتن الشوف والجنوب ليختفوا كل الحدود والصراعات الطائفية. كل سنة بيكونوا 3 أيام من الحلم، كتير حلوين، برمنا كذا منطقة، صرنا اليوم عاملين الجنوب وإن شاء الله بنوصل على بيروت كلنا سوا. أول مرة في لبنان بس كتير حلوة كانت، طريق شوي يعني مش متعود عليها بس حلوة كانت، very nice. كتير حلوة طرقات، مع أنه أنا يعني لبناني بس في طرقات ما شفتها من قبل وهذه كانت لي فرصة أني أشوفها. والسنة رغم كل شيء ظروف صعبة تحدينا كل الظروف وهينا وير بايكينج، الشباب لهم 3 أيام، أنا I joined them only today. كل سنة أحلى من سنة، بالرغم من كل الظروف وكل الإعلان، يعني الإعلان الأجنبي اللي بيحكيه يا حول لبنان ما في أحلى منه،
ومن كل الدول العربية اجوا. يعني نحن تعرفنا على كتير ضياع وطرق بلبنان ما كنا بنعرفها من وراء تور دو ليبون. لبناني بيحب يعيش بيحب ينبسط. It was very well organized. كتير حلو. مناطق كتير جديدة بالنسبة لنا معنا ولا مرة شايفها. مثل عادي as expected. Beautiful Lebanon. We always discover it. والأحلى أنه جروب كبير لأني منتسلى كتير لأني أنا بفضل أنه عطول بطلع لحالي بقى بحب الجمعة. برافو لمروان طراف يعني بيعمل شيء كتير حلو بلبنان وهذا التنظيم اللي عم نشوفه ب 200-300 بايك على طرقات بلبنان وكويسة كتير مرتب. أجمل جو أجمل عالم أجمل مطويات غير دنيا كتير كتير حلو. سهر مناظر خلابة سياحة ودراجات نارية هو باختصار اللبنان تور اللي بينتظره بفارغ الصبر كل سنة محبي دراجات النارية. خلصت الدورة لهالسنة والملتقى الجديد السنة القادمة مع تور جديد ومناظر جديدة وخلابة. حلم منعيشه كبايكرز كل سنة. Nothing beats Lebanon. Great cheers for Lebanon everybody!